السلام عليكم خوتي، معكم أستاذ توفيق في مادة المحاسبة ليكيب باك 2025. العام هذا كونطابيليتي ما تضحكش معها، لي جيستيون ليكيب كونطابيليتي اقتصاد قانون، خليها عليا انت أرواح، جيب راسك اي ابوني لاشين اكتيفي نوتيفيكاسيون اي بارطاجي مع صاحبك اي كاع نستفادوا، لازم كاع نقراو، ماشي انت تجيب الباك صاحبك ما يجيبش الباك، ما انت فرحان وصاحبك زعفان، لا ليكيب انا نبوسيكم انتوما، انت بوسي صاحبك، هذا يبوسي هذا باش مع الاخر نهار الباك كاع فرحانين، ماشي نص فرحان ونص زعفان. ليكيب بصح وشنو لازم انت تقرا، لازم تفطن اي لازم تتجبدوا معايا من الاخر اي، قلت لك مانيش طالقك للنهار الاخر ليكيب، حنا نعطيكم كلش كل يوم لي فيديو ليكيب، راني معاكم للنهار الاخر، انت اقرا باك وقرايتك هي كلش من الاخر اي، ماشي توصل للباك، بعد كي توصل للباك طلع فراما، اذا وصلت للباك خلاص توصل الواد وما تشربش، اذا وصلت للباك ليكيب 9 شهور عندنا، 9 شهور في يدنا، 9 شهور نبريباري روحنا وتتهنى، ما تخليهاش تولي عام و9 شهور، دونك ابدا من الاول ما تخليش الحاله تراكم، انا راني معاك كل فيديو نحطها ليكيب ورقه وستيلو، تبع معايا تفهم بلا مزيتك، وتزيد براتيكي وتزيد تقرا المواد الاخرى ثاني ما تهملهاش ليكيب، نهار يخرج الريزلت تاع الباك راح تشوف الفرحه هذيك تاع الباك، ثم تفهم بوكو تشوز وتشوف بلي الخدمه كاع اللي تعبت عليها ماشي في باطل ليكيب، خلينا ما ديك قرايه ما نديرو بها والو، اللي قرا بكري هذه كاع ماكش منها، هذه يا عباد فنيانين يهضروها ليكيب، حنا تفنيانين نحو بجه من الاخر ونبداو نشطارو داكور ليكيب. اليوم الفيديو رقم 6، مازلنا نهضروا في الاهتلاكات، وين في اعمال نهايه سنة اللي هو الفصل الاول ليكيب، هذه عليها 6 حتى 8 نقاط نهار الباك وعمل نهايه سنه، ما كاش كيفاش ما طيحش في الباك، تما غير حط راسك وبدا تقرا لها من دوكا. ليكيب اليوم راح نشوفوا فكره جديده، وشنو الفكره راح نشوفوها؟ راح نشوفوا تحديد تاريخ انشاء المؤسسه، معناتها راح نشوفوا كي نبداو ندخلوا في المجاهيل كي يبدا هو يعطينا معلومات ويديموندي لنا حنايا نحسبوا ولا نحددوا كاش حاجه. الفيديو تاع اليوم مخصصه لتحديد تاريخ انشاء المؤسسه، ولا يقول لك اعطيني تاريخ اقتناء تثبيت معين، معناتها سواء يقول لك قول لي وكتاش فتحنا الشركه، ولا يقول لك قول لي وقت شرينا هذاك الثبيت ليكيب، ودائما دائما دائما تاريخ انشاء المؤسسه راح يكون مربوط مع تاريخ اقتناء احد التثبيتات داكور، تبع معايا دكتور قليها ليكيب في السماء في السماء في السماء في السماء، شوفها قال لك من ميزان المراجعه قبل الجرد، هذه يا قبل الجرد نسطروا عليها باسكو راح تكون مهمه ونسحقوها بزاف، تفاصيل يا راح دائما تكون، معناتها انا دوكا حنفهمها لك دوكا، ما توليت دائما تعرفها ديريكت، لمؤسسه معينه بتاريخ 31/12/2018 استخرجنا الارصده التاليه. ليكيب ميزان المراجعه هذا ماشي تمرين، انت كي تشوف ميزان المراجعه ما تنخلعش، ميزان المراجعه هذا وشنو؟ مصدر للمعلومات، انت راح تخرج من ميزان المراجعه معلومات باش يعاونوك كي تجي تحل التمرين تاعك ولا تحل الوضعيه تاعك. ميزان المراجعه لازم تكون تعرف تفسره، شوف واش فيه، عندك رقم الحساب، اسم الحساب، عندك الجهه تاع المدين والجهه تاع الدائن. ليكيب شوف رقم الحساب اسم الحساب، معناتها يعطيك هنا رقم الحساب تاع الحاجه اللي انا نهضروا عليها، وانا يعطيك الاسم تاعها دونك باينه، وعندك الخانه تاع المدين والدائن، المبلغ تاعك سواء راح يكون في المدين ولا راح يكون في الدائن. شوف واش عطانا احنا في ميزان المراجعه، قالنا حساب 204 برمجيات معلوماتيه، عطاها لنا في المدين كتب لنا مبلغ 70000 دينار جزائري، اي انت لازم تعرف تفسر هذه حساب 204 برمجيات معلوماتيه، راهو كاتبها لي، راهو يهضر لي على البرمجيات، هنا راهو يقصد بلي المؤسسة تملك برمجيات معلوماتية، وهذه البرمجيات المعلوماتية القيمة تاعهم الام ا تاعهم القيمة المحاسبية 70000 دينار جزائري. اسمع 204 برمجيات معلوماتية، دائما المبلغ راح تلقاه في المدين، المبلغ اللي يكون في المدين دائما هو المبلغ تاع الحيازة، دونك هذا المبلغ اللي راهو هنا هو الام ا، دائما هو الام ا، ايه دائما هذا هو الام ا تاع التثبيت اللي يهضر لي عليه. ومن بعد تحبط للتحت كتب لك 2804، احنا على بالنا بلي كي نشوفوا زوج موراها 8 معناتها راهو يهضر لي على اهتلاك هذاك التثبيت، ويزيد يكتبها لك اهتلاك برمجيات معلوماتية، هاي باينه، اي ويجي يعطيك المبلغ هنايا في الدائن، هذا المبلغ هذا هو السيجما ان، هو الاهتلاك المتراكم، وهذا المبلغ هذا اللي راهو في الدائن راه مكثر راه مأثر عليه عفوا كلمة قبل الجرد، شو هذه كلمة قبل الجرد هذه راهي مأثرة على هذا السيجما ان، كيفاش راهي مأثرة عليه؟ راهي مرجعاته بعمل اللور، شوفوا هو واش قالنا، قالنا من ميزان المراجعة قبل الجرد لمؤسسة معينة بتاريخ 31/12/2018، ما دام قال لك قبل الجرد، أنت دير في بالك باللي هذا الاهتلاك هذا هو الاهتلاك المتراكم إلى غاية 31/12/2017.
كيفاش هنا قال لي 2018 وانا هنا ندير سيك ما انت 2017؟ اه وعلا؟ باسكو قال لي قبل الجرد، وقبل الجرد هذه راح ترجع لي المعلومات تاوعي بعام للور، معناتها احنا رانا في 2018 بصح مازال ما قمناش بعمليه الجرد، معناتها وقتاش لا دينيير فوا اللي درنا الجرد؟ العام اللي فات، باسكو نديروا الجرد من 31/12 ل 31/12، معناتها العام اللي فات درنا الجرد هذا العام مازال، دونك وقتاش درنا لا دينيير فوا؟ في 2017، دونك هذا الاهتلاك المتراكم هذا راهو حابس في 31/12/2017. ديك بعباكم واش معناتها تراكم؟ معناتها شحال لمينا من وقتاش؟ من حرش علينا التثبيت هذا حتى ل 31/12/2017. تبع لا سويتا معلومات اضافيه لازم يزيد يبين لك، دوك لازم يزيد يعاونك يعطيك معلومات اخرى. واش قالنا؟ قالنا بلي البرمجيات المعلوماتيه هذو ما لا يعترضنا عليهم في ميزان المراجعه تم اقتناؤها عند انشاء المؤسسه وتهتلك بطريقه الاهتلاك الخطي لمده 5 سنوات. وراي المعلومه الاولى اللي نسحقها، البرمجيات المعلوماتيه تم اقتناؤها عند تاريخ انشاء المؤسسه. اي وقتاش فتحنا الشركه؟ ما على بالناش، بصح على بالنا بلي فتحناها نهار اللي شينا فيه البرمجيات المعلوماتيه، وتسمى في نفس الوقت شرينا البرمجيات نهار فتحنا الشركه، دونك راهم مربوطين فيما بيناتهم. لازم يربط لك نهار يقول لك السؤال هذا، ذيك المطلوبه تحديد تاريخ انشاء المؤسسه، قال لك اعطيني النهار اللي انشانا فيه هذه المؤسسه. اسكو ربط لنا تاريخ انشاء المؤسسه بحدث واحد اخر؟ بيان سور. وشنو هو تاريخ اقتناء البرمجيات المعلوماتيه؟ لك تم اقتناؤها البرمجيات المعلوماتيه عند انشاء المؤسسه، دونك كاين علاقه بيناتهم. دونك هنا في التمرين هذا ولا في المثال هذا اذا نحب نحدد تاريخ انشاء المؤسسه، تحديد تاريخ انشاء المؤسسه، ليكيب راح نربطوه بمن؟ راح نربطوه بتاريخ اقتناء البرمجيات. معناتها لو كان نلقى وقت شريت البرمجيات المعلوماتيه راح نلقى تاريخ اقتناء المؤسسه. هنا ما نكسرش كاع راسي، واش من نوع تاع الاهتلاك راني فيه؟ راني في الاهتلاك الخطي. ليكيب مادام رانا في الاهتلاك الخطي وعندنا مجهول، كاين قانون واحد راح يسلكنا هذا القانون هذا، انا نسميه سلاك الحاصلين. وعلاه؟ باسكو دائما راح نستعملوه كي نكونوا في الخطي ويكون عندنا مجهول. واش من القانون تاع سيغما ان؟ واش يساوي القانون تاع سيغما ان؟ يساوي ام ا في تي على 100 مضروبه في ان. ان صغيره، ليكيب ما تلفليش ان صغيره مع الان تاع المده النفعيه هذه تاع 5 سنوات، هذه ان كبيره. الان ماجيسكول ان كبيره هي المده النفعيه كلش. الان صغيره تاع القانون تاع سيغما ان هذه شحال رانا خادمين بها حتى لدوكا؟ ليكيب المده النفعيه 10 سنين، معناتها ان كبيره انا التثبيت راني خادم بها 4 سنين. ان صغيره مازال ما خلصت المده النفعيه حتى لهذا اللحظه راني خادم به 4 سنين، هذه هي الان صغيره. شوف القانون تاعنا سيغما ان يساوي ام ا في تي على 100 في ام على 12، ولا سيغما ان يساوي ام ا في تي على 100 في ان كي نخدموا بالسنوات. احنا هنا راح نخدموا بالسنوات، سيغما ان يساوي ام ا في تي على 100 في ان. هذا القانون شدوه مليح في راسكم ليكيب، هذا قلت لك سلاك الحاصلين، هذا راح يسلكنا دائما في المجاهيل في الخطي. بصح شوف كاينه حاجه، هاد سيغما ان هذه لازم دائما يكون عندها تاريخ الاهتلاك المتراكم الى غايه التاريخ الفلاني، الاهتلاك المتراكم في الحاله تاعنا الى غايه 2017، معناتها الاهتلاك المتراكم حتى 2017. وعلاش 2017؟ قلنا باسكو قالنا قبل الجرد. ليكيب العفسه الشابه كي تشوفوا هذا القانون كي نجوا نعوضوا دوكا راح نلقاو فيه مجهول واحد. اي دائما دائما دوكا انت في المحاسبه في الاهتلاكات عندك 3 مجاهيل يقدر يديمونديهم لك. يقدر يقول لك احسب لي الام ا نشوفوها في مثال او جاي فيديو راهي جايه، يقدر يقول لك احسب التي نشوفوها في الفيديو اللي راهي جايه، يقدر يقول لك احسب لي تاريخ اقتناء البرمجيات لا اقتناء التثبيت لا تاريخ انشاء المؤسسه. في هذه الحاله هاوليك المجهول تاعنا هو الان. شوف نبداو نعوضوا، تشوف باللي في القانون هذا عندنا كلش ابار الان. شوف سيغما ان وراه هاوليك في ميزان المراجعه شحال؟ 28000 دينار جزائري. تساوي ام ا وراه في ميزان المراجعه شحال؟ 70000. صح 70000 هذه نضربوها في تي، ليكيب تي على حسب المده النفعيه، ما دام المده النفعيه 5 سنوات دونك تي شحال تساوي؟ 20% قاعدة. دونك 70000 مضروبة في 20 مقسومة على 100 مضروبة في ان.
شحال ولا كاين من المجهول في القانون تاعنا، ولا كاين مجهول واحد. شكون هو المجهول تاعي؟ هو الان. هذا الان هذه تمثل شحال راني خادم بها من نهار شريتها حتى ل 31/12/2017. اسمع بقالي حساب برك، شوفه ندير 28000 هذه اي في بلاصتها تساوي كيف هذه نقدروا نحسبوها 70000 في 20 قسمه 100. احسب احكم اله حاسبه واحسب معايا 70000 في 20 على 100 تعطيني 14000 مضروبه في من تبقى مضروبه في ان. دونك ندير 14000 نضربها في ان. ليكيب المجهول تاعي هو هذه الان صغيره. دونك نحكم 14000 نديها من هنا. واش ندير؟ 28000 مقسومه على 14000 دينار جزائري شحال تساوي؟ تساوي ان. ليكيب هنا نخرج باللي ان تساوي 2. وشنو 2 هذه؟ زوج سنوات. ان تساوي زوج، ان صغيره تساوي زوج معناتها سنتين. وشنو هاد السنتين؟ اي ركز معناتها في 31/12/2017 في 31/12/2017 عندنا عامين من اللي شرينا البرمجيات المعلوماتيه، ومن هنا استنتج باللي عندنا عامين من اللي فتحنا الشركه تاعنا. شو زمان تنجي نقول لك اسمع مؤسسه شرات تراب ولا مؤسسه عندها عامين من اللي شرات مبنى. داكور مؤسسة عندها عامين من اللي شرات مبنى، حنا انا في 2024 نقول لك عندها عامين من اللي شرات مبنى وقت شراتو في 2022 معناتها واش درت من 2024 وليت له اربع عامين. حنا هذه راه في صالح نديروها. حنا واش قالنا؟ حنا على بالنا دوكا باللي في 2017 المؤسسة تاعنا عندها عامين سنتين من اللي شرات البرمجيات المعلوماتية، ومن هنا عندها عامين من اللي نشأت المؤسسة. دونك نحكمو من 31/12/2017 نعاودو نولو للور بشحال؟ سنتين. نعاودو نولو للور بعامين. ليكيب من 31/12/2017 نولو 31/12/2016 انا ولينا بعام. من بعد من 31/12/2016 نزيدو نولو للور بعام. وين نطيحو؟ نطيحو في 31/12/2015 داكور. من 31/12/2017 وليت للور بعامين طحت في 31/12/2017. بصح حنا الاقتناء ما راحش يكون في 31 ديسمبر، دونك ما نخلوهاش 31/12/2015 نروحوا لغدوه من داك. شكون غدوه من داك؟ لو 01/01/2016. ليكيب الاقتناء ما يكونش في لافان تاع العام، يكون في الديبي تاع العام. اي 31/12 ما كانتش 31/12 شريها ديريكت في الديبي تاع العام الجديد. شكون انت زعما طوموبيلك حبتيها جديده ولي تشريها 31/12 يديروا لك ماتريكول تاع هذا العام، تصبر العام الجديد او داخل او ما تديها زعما دوك حنا 2024 ولي يعطيها لك في ديسمبر 2024 نقولوا لا نخرجها في جونفي 2025 باش يخرج ماتريكول تاعها 2025. هنا شغل كيف ولي نديروها 31/12/2015 نديروها لو برومير 2016. ومن بعد فيك البرومير ليكيب الفيشطا ياك هنا فيري لو برومير جونفي ما نخدموش ريفيون، دونك واش نديروها؟ نديروها لو 02/01/2016. اكو تشوفوا التاريخ هذا هو تاريخ اقتناء البرمجيات، وفي نفس الوقت هو تاريخ انشاء المؤسسه. عاود الفيديو من الاخر، عاود الفيديو ليكيب، عاود الفيديو تسلك راسك. اي عاود الفيديو تفهمها مليح، حل وحدك تفهمها مليح، ركز معايا واش راني نهضر تفهم الفكره هذه مليح. داكور ليكيب سي نورمال من داك تشوف عفسه المره الاولى سي نورمال ما تفهمهاش، ما تتقلقش لهاد العفسه عادي ماشي مشكل. من داك لازم التكرار، من داك لازم انا من داك صاري ما نكون عيان ما نكونش مركز. بنادم من داك يهضر معايا هو بيهضر معايا انا نشوف في فمو يبوجي ما بيش قاوش يهضر بس كان عيان. بصح لو كان صبرت ونركز نقولوا عاود شوف تهضر نعاود ركز معايا يهضر معايا نفهمه. لا انت كيف من داك ماكش كونسونطري، من داك عيان بنادم ما يهضر معاك انا فيديو راك تشوف فيها ما تفهمش عفسه، عاودها تدخل في راسك. ليكيب مازال 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 جاي الخير. دونك ابوني راشان ابوني راشان اكتيفي نوتيفيكاسيون بارطاجي مع اصحابك. ليكيب انستغرام تو في كونطابيليتي تلقى بزاف صحفايس تما وراح تستفاد تستفاد. ليكيب اقراو هذا ما كان اقراو لازم عليكم تقراو. ليكيب ما كاينش اللي يكذب عليك القرايه هي كلش والله. بون ما نقولكش كلش مي ليكيب لازم عليكم تقراو مادام وصلت للباك وصلت حتى لهنا، دونك لازم عليك تزيد تكمل تجيب الباك وتتهنى. هكا ليكيب نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه والى